إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الزكاة على عباده تزكية للنفوس وتطهيرا للقلوب وتنمية للأموال وسدا لعوز المحتاجين وتحقيقا لروح المودة والإخاء والرأفة والرحمة والصفاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن الإسلام دين الملة الكاملة والشريعة العادلة، تتجلى في أحكامه حكمه، وفي تشريعاته محاسنه، وفي تكاليفه آثاره ومقاصده، وفي أركانه عظمته ورفعته. يقول الله سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. معاشر المسلمين، إن دينكم الذي منَّ الله به عليكم ورضيه لكم وأكرمكم بالانتساب إليه قد بني على أسس متماسكة وقواعد مترابطة، إذا اختل منها شيء تصدع ما سواه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وإن من بين هذه الأركان العظيمة ركناً عظيم تساهل الناس فيه وعمت الغفلة عنه لضعف الإيمان في النفوس وإيثار العاجلة بزينتها ومادياتها على الآجلة الباقية، ألا وهو ركن الزكاة، فريضة واجبة في آيات وأخبار، وإجماع المسلمين على مر الأعصار، حق معلوم وجزء مقسوم وسهم محتوم، أوجبها الله لحكم سامية ومقاصد نبيلة. كما أن الزكاة يا إخوة الإسلام ثالث أركان هذا الدين العظيم، من جحد وجوبها كفر، ومن منع أداءها قوتل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونةً بالصلاة في 82 موضعًا، تعظيمًا لشأنها، وتنويهًا بذكرها، وترغيبًا في أدائها، وترهيبًا من تركها والتساهل فيها. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. وذكر منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: من صلى ولم يزك لم يقبل منه. فالزكاة فريضة مكتوبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. معاشر المسلمين، لقد شرعت الزكاة لحكم عظيمة وأسرار كثيرة ومصالح جمة، تعود على الأفراد والمجتمع بالفضل العظيم والخير العميم. يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
فالزكاة تطهر النفس من درن الشح والبخل، وتزكيها بالجود والسخاء والكرم، وهي السبيل لحصول النماء والزيادة والبركة والفلاح والطهارة والخلف والمثوبة وحفظ المال ودفع الشرور والآفات عنه بإذن الله. وفيها تثبيت أواصر المحبة والمودة والتكافل والإخاء بين الأغنياء والفقراء، ليشعر الفقير في المجتمع المسلم أنه أمام تعاون لا تطاحن، وأمام إيثار لا أثرة، وأمام مساواة وعطف وإخاء لا ظلم وتسلط وجفاء، وأمام مشاعر رقيقة وقلوب رحيمة أبية لا مخالب قوية وأنياب عتية. إخوة العقيدة، لقد جاء الوعيد الشديد والترهيب المرعب الأكيد في حق تارك الزكاة وفي حق من قصر فيها وتساهل في أدائها، تحذيراً وإنذاراً وإبداءً وإعذاراً بأسلوبٍ ترتعد منه الفرائص وتهتز له القلوب وتذوب من هوله الأفئدة، بأسلوبٍ لو خوطبت به الجبال الصم لخشعت وتصدعت. يقول جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، أي ثعبان، له زبيبتان أي نكتتان فوق عيني الثعبان، يُطوِّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ألا فليسمع هذا الوعيد الشديد أرباب الآلاف والملايين وذو الأرصدة والحسابات وأصحاب العقارات والتجارات وأصحاب المزارع والمواشي، ليتصوروا هذا الموقف الرهيب بين يدي الله جل جلاله، فإنها والله لا يحمى عليها في نار كنار الدنيا مع شدتها وهولها، إنما يحمى عليها في نار جهنم التي يعجز عن وصفها التصوير ولا يفي بذكر أحوالها التعبير. وإذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف الجسد فقط، وإنما يكوى بها الجسم كله من كل ناحية، من الأمام والخلف والجنب في الجباه والجنوب والظهور، كلما بردت أعيدت. وليس هذا العذاب في يوم ولا شهر ولا سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقولوا لي بالله عليكم: من ذا الذي يطيق ذلك الهول العظيم؟ من ذا الذي يطيق ذلك الهول العظيم؟ فرحماك ربنا رحماك، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاتقوا الله يا إخوة الإسلام، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فقد أعطاكم الله الكثير وأغدق عليكم المال الوفير وطلب منكم أقل القليل. ولو أن أثرياء المسلمين اليوم قاموا بهذه الفريضة حق قيام وصرفوا الزكاة في مصارفها الشرعية لم تجد على الأرض من يتسول لفاقه ومن يلح في المسألة لحاجة، ولاختفت مظاهر الإجرام والسطو والاختلاس والسرقة. ولكن نسأل الله أن يشرح صدور المسلمين ويجعلهم إخوة متعاونين متكاتفين
يرحم كبيرهم صغيرهم، ويعطي غنيهم فقيرهم، ليكونوا صفًّا واحدًا ويدًا واحدة في عمارة أرض الله ورعاية حقوق عباد الله، وما ذلك على الله بعزيز. وليتق الله المعطي والآخذ، فلا يجوز لمن ليس من أهلها أن يأخذ منها شيئًا، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما دل على ذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. واعلموا رحمكم الله أن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا صرفت في أحد المصارف الثمانية التي حددها الله بقوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد ختمها الله بقوله: فريضة من الله والله عليم حكيم. فبادروا رحمكم الله بأداء فرضكم، فبه يقوى الإيمان وتنال الجنان، ويكون سبباً لحصول البركات ووقاية المال من الآفات. به تطهر النفوس من أدرانها، وتعالج القلوب من أمراضها، يتحقق التعاطف بين المسلمين، والتواصل بين الأغنياء والمحتاجين. به يكون التكافل الاجتماعي والتعاون الجماعي، كما أنه برهان على صدق الإيمان، وتقليص لدائرة الفقر والحرمان، وفرقان بين الجموع المنوع وبين المؤمن الخاضع للواجب المشروع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وحوب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله أعظم للمتقين أجورهم، وأفاض عليهم أيام صومهم حبورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شموس الهدى والإيمان، صلاةً زاكيةً دائمةً ما دام النيران، متعاقبةً ما تعاقب الجديدان، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله خلق الأيام فاختار منها العشر الأول من ذي الحجة، ففضلها على جميع الأيام، وخلق الليالي فاختار منها العشر الأواخر من رمضان، فجعلها من أفضل ليالي العام. واختار سبحانه وتعالى من هذه الليالي العشر ليلة القدر، وجعل العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، حيث قال جل شأنه وعز جاره: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا أهل الإيمان، هذا اختيار ربكم وتفضيله أعلمكم به لتحصيل النوال بكثرة السؤال من الكبير المتعال. وأصح الأقوال أن ليلة القدر في العشر الأواخر، بل في الوتر من العشر الأواخر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأصح أقوال أهل العلم والإيمان أنها تنتقل في الوتر من العشر، فسنة تكون يوم 21، وسنة تكون في غيرها من ليالي الوتر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ليلة القدر فنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول الصحابي راوي الحديث: فمطرنا ليلة 21، فخر المسجد، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسجد في ماء وطين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر
ليلة 23. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر ليلة 27. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من ليالي رمضان، أي ليلة 29. فكل تلك الروايات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح أنها لا تلزم ليلة 27 في كل السنين، بل ربما كانت في سنة في ليلة 21، وفي سنة أخرى في ليلة 23، وهكذا إلى 29. ولما كان دخول شهر رمضان غير قطعي، فرب ليال نعدها أوتارا هي في واقع الأمر شفعا ليست بوتر. وإذا كان الأمر كذلك فإن العبد المسدد لا يقصر نشاطه على الأوتار من العشر، بل يجتهد العشر كلها مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة دعاء تذكره في هذه الليلة العظيمة، إذ قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المسلمون، أيامكم هذه أعظم الأيام فضلا وأكثرها أجرا، تصفو فيها لذيذ المناجاة وتسكب فيها غزير العبرات. كم لله فيها من عتيق من النار، وكم فيها من منقطع قد وصلته توبته. والمغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتته فرص الشهر وفرط في فضل العشر وخاب رجاؤه في ليلة القدر. مغبون من لم يرفع يديه بدعوة، ولم تذرف عينه بدمعة، ولم يخشع قلبه لله لحظة. ويحه ثم ويحه أدرك الشهر ولم يحظ بمغفرة، ولم ينن رحمة، يا بؤسه ألم تقل له عثرة، ساءت خليقته وأحاطت به خطيئته، قطع شهره في البطالة وكأنه لم يبق للصلاح عنده موضع، ولا لحب الخير في قلبه منزع، طال رقاده حين قام الناس. هذا والله غاية الإفلاس والإبلاس. عصى رب العالمين واتبع غير سبيل المؤمنين، أمر بالصلاة فضيعها، ووجبت عليه الزكاة فانتقصها ومنعها، دعته دواعي الخير فأعرض عنها، اشتغل بالملهيات وقطع أوقاته في الجلبة في الأسواق والتعرض للفتن. روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فاتقوا الله رحمكم الله، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإن الشقي من حرم رحمة الله. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك المولى اللطيف الخبير، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرًا فوفِّقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرًا فاخذله يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وخذ بناصيتهما إلى البر والتقوى، ويسر لهما البطانة الصالحة النافعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا وببلادنا وببلاد المسلمين شرا فاخذله يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا وأقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، اعتدلوا، ساووا بالأقدام والمناكب، أتموا الصفوف الأول فالأول. ساووا بين صفوفكم ولينوا بيد إخوانكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.